هي دي بنقرأها ليه؟ النوت انا قريتها خلاص. جواريه انت كده بتاكدين انك مش مركزه معايا. لا انا أنا قريت بقول لك إحنا بنستفاد، هنستفاد إيه وانتوا من بتذاكروها يعني؟ لا اكيد طبعا هتتسالوا عليها. يعني مثلا السؤال ممكن يجي ايه مثلا complete in a high pitched sound such as not. فانت تقولي sharp voice of woman. مثلا تيجي مثلا right wrong in a low pitched sound such as sharp voice. هل ال low pitched sound pitched sound بتكون sharp؟ فتقولي بقى right ولا wrong وهكذا. فطبعا كل حاجة مهمة يعني. معلش بقى امسحي اللي انتي عملتيه ده. يلا ياه يلا ياه جويرية. answer first question. معايا جويرية؟ يلا حلي أول سؤال. الاختيارات نعم when the food low لما الفود يكون قليل جوه الكولوني انهي انت بتبعت ايه لمين which are responsible for locating food. نيرس نيرس صح أنت nurse ants send ايه بقى؟ and send solar and هي بتبعت، لا ثواني، هي بتبعت ايه؟ بتبعت مسج ايه؟ calls نعم calls كلمات. لا. طب يلا يا آسر بتبعت ايه يا آسر؟ طب خلاص شكرا جوارين انك حليتي اول واحدة. هيا يا آسر نعم يلا النيرس اند ستاند ايه؟ نعم سموي 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 نعم سموي مسج سمالي مسج تبعت سمالي مسج سند سمالي مسج. ماشي شكرا جواري. خلاص اقفلي المايك بقى. الدور على حد تاني. يلا يا آسر النيرس انس سند سمالي مسج تو اي انس. اي نوع من الانس responsible for locating food. locating food units scout ants units ماشي اكسلنت يا اسر سكاوت اينز. طيب يلا يا جودي نمبر 2 the a ants use smelly message if there is danger nearby. soldier. amazing شكرا يا جودي. يلا يا تايم the rough sound of humpback whale is a pitched sound. اللي بيكون رف يكون هاي ولا لو؟ اللي بيكون نار بيكون لو لو. شكرا اميزن. طيب يلا يا مين تاني ما نس جاوبش. يلا جواري تاني نمبر 2 the سبعين sounds of humpback whales have a pitch in winter. في الوينتر بيكون طبقة الصوت بتاعته higher ولا lower ولا rough؟ هير هير higher. شكرا يا مش جودي. هو سمالي تو انت رقم واحد دي كانت ايه الاثر انا ايه smelly message سمالي smelly انهي اللي هي الأخيرة؟ لا مش فقط cow. كاو طيب نكمل بقى.
طب خلاص احنا نكتفي بالقدر ده ونبدأ ان احنا نحل بقى questions من اللي فات. يبقى احنا وقفنا لحد بيج كام؟ وقفنا لحد بيج 117 تمام؟ ونحل الأسئلة بتاعت بتاعت الدرس اللي أخدناه صح؟ بتاعت lesson 3 احنا ما حلناش lesson 3 كله صح؟ لسن 3 مش أنا حليته، أنا حليت ده ما حلناهوش كله كله صح، هنحل باقي بقى lesson 3. يعني هو ده الواجب؟ اه الهوم ورك باقي lesson 3. صور ولا مش نعم معلش بعتي صورة صفحة الواجب يا مس طيب، هو انتي عشان مش كنت غايبه المره اللي فاتت فهو بالنسبه لك هيبقى لسه مصري كله. معايا يا جودي؟ بعتي يا مس بعتي يا مس حاضر هبعتها، معلش حاضر يا مس بعتي هبعتها على التليجرام. حاضر. طيب نحل بقى شويه questions. يلا يا آسر، نعم يلا نمبر 1. نمبر 1 يا مس أمم when these many messages when there is a shortage of food in the row of ده دور مين بقى؟ مين اللي بيبعت اسمالي مسج لما بتحس ان الفود قليل؟ scout ants نعم scout ants ركز ما تستعجلش. شورت اول لما تحس ان فيه ان الفود بقى قليل، مين اللي بتبعت مسج؟ نيرس انس نيرس انس. شكرا. ده نمبر 1 نيرس انس. يلا يا جويرية، نمبر 2. Ephesians 4 نعم number 2 تمام Ephesians 3 ايه اللي نمبر 2؟ okay locating food is the ruler of دور مين بقى؟ مين اللي بيدور على الفود؟ nurse and لا عكس soldier تماما. and لا يا جويرية، ستارت انس، الانت الكشافة اللي بيطلع يدور على الفود. يلا يا تعالى جودي نمبر 3. مارمين بكوين نعم جودي يا مس يلا نمبر 3 يا جودي. arming and arming the colony from danger alarming is alarming the colony from dangers. the role of soldier يا مس soldier ants. شكرا يا جودي، soldier ants. طيب يلا يا تاني. يلا Come back with saying during not months, which is the mating season. Winter. وينتر. شكرا يا فايلين. طيب يلا يا جويرية نمبر 5. Citizens are given clear information and send ثواني signalers to ثواني not ثواني، احنا حلينا السؤال الجويرية،
انا عايزه اعرف انت بتشتغلي في ايه وتبعدي عننا. مش سؤال نمبر 5. نمبر 5. اه انت كنت شايف نمبر 4. انا بقرأه. طب يلا تمام. information send symbols to for passing and understand جويرية. Red. Yes. الصوت عندك بيقطع، قول تاني. Number C. سي، letter سي. تمام، يبقى number 5 سي. يلا يا جودي. Pets use their to get information about their surrounding in dark. تمام، الباتس بتبعت ايه؟ قصدي بتستخدم ايه؟ to get information about their surroundings in the dark. مس الايس يا مس. طيب هسألك سؤال، هل انت اندور؟ تقدري تشوفي؟ معايا يا جودي؟ ايوه مش معاك. طيب اندور هتستخدمي الايس بتاعتك عشان تشوفي بيها؟ لا يا مس. طيب هنستخدم ايه بقى؟ اصلا البايتس الايس بتاعته بتبقى ضعيفه جدا بالليل، فمش بيقدر ان هو يشوف بيها. هنستخدم ايه؟ هفكرك بحاجه كده. ايه كوميونيكيشن؟ الاي كوميونيكيشن كان بيستخدم ايه؟ بس ممكن تبقى ايرز. ears. excellent. يبقى هو بيستخدم ال ears بتاعته، بيستخدم ودانه to locate عشان هو يدور على حاجة in dark. طيب بس انا كنت متلخبطة من الايس والايس يا مس. خلاص تمام ماشي. يبقى احنا مثلا خلينا هنا لحد نمبر كام؟ خلينا هنا لحد نمبر 6. تمام. نمبر 8 يا مس. حد يعلم معايا عشان بس نبقى فاكرين احنا خلينا هنا لحد كام. انا حبيت هنا يا مس نمبر 6. لحد نمبر 6. تمام يلا معايا بقى في مش ممكن بس توريني الإجابات؟ ما انا كنت حطاها يا جوارية، انا كنت حطاها ما نقلتهاش ليه في نفس الوقت. لحد نمبر 7 صح؟ احنا الباقي خلينا لحد نمبر 6. الباقي في تمام شزو يلا مارك. يلا يا تيم شوز ماتش يلا. نورس هانس بسكوت هانس شوكولاتة بار كونشابلز فور برودكشن اند ليجل ايج بار كونشابل فور لارنينج فروم دينجر بار ريسبونسابل فور كيبينج فود بار ريسبونسابل for sending this many message when the amount of food decreases. One day. يعني كده نعم. دي. تمام شكرا يا تيم. نمبر 1 مع دي، نمبر 1 مع دي. طب اكتبيها بس. ماشي حاضر اهو. يلا يا آسر. انت على فكرة ممكن تعمليها تكست. انا عارفه ان انا بعملها تكست بس بحب امسك القلم. Scout ants
اللي هما are responsible for اسمين لا responsible for which in x scout and CMS اللي هما are responsible for locating food. صح. يعني لتر كام؟ Letter C. تمام، لتر سي. يلا يا جويرية تايم ولا تيم؟ لا خلاص، يلا يا تيم، تيم اللي عليه الدور. حاضر يا أمير. شوفي Shoulder ants are responsible for warning from danger. صح، warning from warning from dangers، يعني letter B. مس هو مش طيب اللي هو نمبر 1. مش مشكلة، أنا بختار عشوائي يعني عشان ما حدش يخمن دوره، عشان ما حدش إن هو يخمن دوره ويخمن السؤال اللي هو يجاوبه، فأنا بختار عشوائي. يلا يا كده، خلاص خلصتي جوارين، نقلتي الانسيز عشان همسة. ماشي مثلا قلتها من زمان. طيب الحمد لله. طيب يلا يا جودي، نمبر 1. بس دلوقتي بس right or wrong. يلا. It is impossible to ديزاين design technology تكنولوجي in layered by the adaptation of some living organism around us. مس لو سمحتي مش ممكن ترجميني السؤال في كلمات مش فاكراها هي ايه. انا طيب impossible يعني مستحيل، design يعني يصمم، مصمم يعني مستحيل ان احنا نصمم، technology تكنولوجيا inspired by the adaptations يعني ملهمة بالadaptations التكيفات of some living organisms around us. بصوا ال question ده من الجزء الأخير اللي احنا لسه مشرحناهوش، فنعديه. يلا number two. طب انا برضو يا مس a special can is لا in برضو ده، استنى ده برضو لسه نمبر 3. يلا كل اسئله مش طايقاني يا مس. The نايس. sound pitch from a blend process can بيرسون is برضو، too لا high. استني بقى، استني 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 عشان كل ده لسه. ايكو ستوند انت لايف ذا بلاند، لا برضو بايتس هاف ذا ابيليتي تو تشينج ايكو، برضو لا. يلا من اول نمبر 6. Animals use technology system as we do. غلط يا مس. wrong. ال animals اكيد مش بتستخدم technological system زي ما احنا بنعمل. يبقى number 6 wrong. مش هو باقي الجزء اللي احنا بنعمله work. نعم باقي الجزء اللي هو اللي احنا بنعمله work. يعني احنا لا مثلا مش هوم ورك، اتحل احنا الهوم ورك بتاعنا انا قلت لكم الباقي بتاع ليسن 3، مالناش دعوه بليسن 4. الهوم ورك بتاعنا باقي ليسن 3 بس. يلا يا يلا جواريه نمبر 7. أنا مش نمبر 7 يلا جواريه. animals communicate with each other by using different seasons senses. senses هي wrong لأن كل animal احنا درسناه هو استخدم sense واحد،
يعني مثلا الانس استخدمت سنس اوف سمال، استخدمت حاسه الشم. ثمانية. سمعتي فعلا هي رن. الويل استخدم اي سنس اوف هيرينج، استخدم حاسه السمع. فكل انيمال استخدم سنس واحد مش ديفرنت سنسز. هي ايه برضو ايه هنا رون. طيب that's it for today. هنكتفي ده النهارده. تمام. الامتحان ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيكون على يونت 1. مس ممكن اقول لك حاجه قبل نعم ما اللينك يقفل؟ نعم ممكن مس تبعت لنا الدرسين قبل ما اللينك يقفل؟ بس ممكن مس تبعت لنا الدرسين وصفحات الواجب الاثنين مع بعض اللي خدناهم النهارده؟ اما انا هبعت على التليجرام ما تلاقيش والله. مس بص لا يا مس، لخصتهم وانا غايبه يا مس. حاضر ماشي، انا كده كده بعت الكتاب كله يا جودي على التليجرام. مس بصوا بالنسبة للامتحان انا هبعت لكم على التليجرام بالظبط هنمتحن في ايه. تمام، بس طب مضطرة اقفل دلوقتي عشان انا عندي سيشن تانية.